أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. في يوم معلوم هيجتمع كل البشر في محكمة العدل فيها بالميزان، محكمة الحقيقة فيها واضحة والأفعال حاضرة، ما فيهاش تحايل ولا نكران. هيجتمع فيها كل الخصوم وهتحضر كل الأعمال، محكمة ما فيهاش تقادم ولا نسيان. الشهود حاضرين والأدلة واضحة والحكم عال بالأدلة والبرهان. عند قاضي السماوات الكل مطالب بالحضور لرد المظالم وحساب كل بني الإنسان. المحكمة الإلهية، وإزاي هنقف فيها وإزاي نحاسب نفسنا قبل ما نتحاسب؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. أنا اتخضيت وأنا بقول الإنترو طبعا، وتخيلت المشهد هيكون عامل إزاي، واستشعرت الموقف هيبقى البني آدم فيه شكله عامل إيه، وهيبقى حالنا عامل إزاي. وضح لنا بقى حالنا وإيه هي المحكمة الإلهية. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. والله لولا المحكمة الإلهية ما كانت الدنيا، صحيح، ولولا المحكمة الإلهية ما صبر مظلوم على ظلمه، ولولا المحكمة الإلهية ما تحمل متألم ألمه، لولا المحكمة الإلهية ما صبر موجوع على وجعه، لولا المحكمة الإلهية ما جف دمع متألم. أبدا، لولا المحكمة الإلهية ما كانت الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل مالك يوم الدين، قال الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله عز وجل وإليك المصير. فالمصير إلى الله، والوقوف بين يدي الله، وأحضرت الأنفس الشح، ووجدوا ما عملوا حاضرا، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الكل سيقف بين يدي الله عز وجل، وقد نصبت المحكمة الإلهية، ووضعت الموازين، وأحاطت الملائكة بالناس أجمعين. وها هو المنادي ينادي، أين فلان ابن فلان؟ نعم إنه أنت، أنا نعم. يقف بين يدي الله عز وجل فيجد كل ما عمل من خير ومن شر، من نفع ومن ضر، من عدل ومن ظلم. كل بني آدم يكتشف نفسه، أحصاه الله ونسوه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خلي بالك واعمل حساب اليوم اللي هتقف فيه بين يدي الله، اعمل حساب اللحظة دي. لو انت قوي واستقويت على ضعيف، والله هتقف والضعيف هياخد حقه منك. لو انت منصب وظلمت حد وتعافيت عليه، والله هيقف بين يدي الله ويمسكك من رقبتك وهياخد حقه. لو نسيت ربنا ما ينسى،
لو قويت ربنا أقوى منك، لو ليك منصب ربنا أقدر عليك من قدرتك على هذا الضعيف. اعمل حساب هذا اليوم. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. الكافرون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. الله، اعمل حساب هذا اليوم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اعمل حساب اليوم ده، اعمل حساب جاي اليوم. جاي، لا محال، الله ما فيهاش كلام. قوليها تاني بقى. جاي. الله ينور. وما فيهاش مهرب، لا مهرب ولا مفر. وساعتها مثقال ذرة، وهناك مفيش فلوس ولا فيه ترضية ولا فيه حقك عليا ولا فيه طبطبة على المظلوم فيقول لك روح. ده وقت الحساب. هو خلاصة يا حسنات يا سيئات. وتخيلي حضرتك ممكن تظلم حد وهو غلبان ورفع وشه للسماء ويمكن مش قادر يتكلم، فيجي يوم القيامة هيمسكك من رقبتك. تخيل حضرتك انك ممكن ياخد تريلات حسنات منك طبعا، وتلاقي نفسك مفيش. ما هو عشان كده ابن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الانسان المفلس يوم الحساب. في المحكمة الالهية يبقى فيه ناس مفلسين. مفلسين اعمال صالحة. مفلسين. مفلسين ايه؟ مش كده؟ ولا مفلسين فلوس؟ لا، مفلسين اعمال. الله ينور عليك. حاجة. مفيش رصيد. مظبوط. طب المظلومين اللي لسه ما خدوش حقهم وهم ما عندهمش حسنات، نعمل فيهم ايه؟ المظلومين. ايوه، اللي ما خدوش حقه هياخد من حسنات اللي ظلموا. طب وخلص ما عندوش حسنات اللي ظلموا ما عندوش حسنات. ايوه، الظالم ما عندوش حسنات. تمام، بقى زيرو. حسنات. تمام، تبدل اعمالهم. ايوه، السيئه حسنات. ناخد بقى من سيئات المظلوم ونحطها على الظالم. فهمت الفكره؟ صعبه قوي. طبعا فهمت الفكرة؟ طبعا. يعني لا، انت هتشيل ذنوب انت ما عملتهاش غير الذنوب اللي انت عملتها. ايوه، قوليها تاني. حيش الصورة، والله العظيم قسما بمن احل القسم، صورة تقطع القلب. يعني هتبقى بتدور على اللي ينقذك من ذنوبك، مش هتلاقي طبعا، فهتروح كمان واخد ذنوب غيرك. هي دي. فتخيل بقى لما تلاقي نفسك داخل جهنم. ده الظالم. طبعا، بذنوب غيرك ايا كان شكل الظلم هو ايه. وتخيل بقى المظلوم: يا حبيبي ما تزعلش، ده انت ممكن يوم القيامة تلاقي نفسك حسنات في صحيفتك انت ما عملتهاش خالص. طب يا رب الحسنات اللي ما عملتهاش ده فيها حج، انا ما روحتش حجيت. ده فيها صيام مثلا سنين طويلة، انا ما صمتش السنين دي كلها. ده دي بقى حسنات الظالم خدناها منه وحطناها في صحيفتك جزاء ظلمه ليك، فيلاقي نفسه داخل الجنة بحسنات غيره. حتى لو كان الظلم حاجة بسيطة، صح؟ طبعا. يعني ما هو ممكن حد يظلم حد بكلمة، ودي بنقول عليها احنا في الحياة ابسط الامور بكلمة، مش بقى بمال، مش بحاجة اذيته نفسيا وجسديا، مش دخله سجن، مش قال عليه كلمة ممكن تخرب بيته او ايا كان. هو ما اشكال الظلم اصلها كتير قوي. انه اصعب في الظلم، المادي ولا النفسي؟ النفسي. الله ينور. طبعا، ممكن كلمة تشق نصين. طبعا، ممكن كلمة تدمر حياته، ممكن نظرة تغير اتجاهاته، ممكن عدم فهمه لبعض الأمور. طبعا برضو ده ظلم. طبعا ظلم. فلازم أخلي بالي.
لازم اعمل حساب اليوم ده. اوعى الظلم، اوعى اذى الناس، كن كيف شئت فان الله ذو كرم، وانسى الهموم فما في الامر من باس الا اثنتين فلا تقربهما ابدا، الشرك بالله والاضرار بالناس. الا الظلم يا عبادي. شوف ربنا صواب ايه. اه طبعا بالشرك طبعا، من كتر ما هو حاجه كبيره جدا. طبعا هي الكارثه في الظلم يا فندم. قال الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اصعب حاجه في المحكمه الالهيه القنطره، والقنطره دي محتاجه لوحدها حلقه. ماشي. قنطره المظالم. وعايزين نقول بقى، هي قبل المحكمه ولا بعد المحكمه؟ طب قول لنا دلوقتي يا ولا بعد. ما تحرقيش بقى الدنيا، خليها فكروا هي قبل قويه ولا بعد. جدا قويه جدا القنطره دي، لازم كله يدخلها سواء رايح جهنم او رايح الجنه، لازم يدخل القنطره دي، لازم يدخل الفلتره دي، لانه ما حدش هيدخل جهنم. شوقتني اعرف احنا هيحصل فيها ايه. لا لا، ده حوار تاني، هنعملها حلقه. نعمل لها حلقه بس. ماشي. قنطره قويه، قنطره المظالم، كارثه. المحكمه الالهيه صعبه. المحكمه الالهيه اي درجه في الدرجات يوم الموقف العظيم؟ يعني الثالثه الرابعه، قبلها ايه بعدها ايه؟ بص هوقعك بالكلام عشان تقول لي الان بعد هذا الفاصل. لا لسه. انت عايزه توقعين على القنطره؟ ايوه. عايزه المحكمه. المحكمه احنا عندنا الحشر ثم النشر، ده اول حاجه طبعا. ثم النفخ في الصراط، تمام، ثم الحساب. تمام. والحساب بقى: وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المحكمة والحساب له قواعد وأشياء وأحوال ناس كده. دي الخريطة بتاعتنا. طب قبل ما تكمل الخريطة، خلينا نروح فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، إيه بقى قواعد المحكمة الإلهية؟ الله ينور. خمس قواعد. عدي معايا. رقم واحد: لا ظلم. تمام. إطلاقا. رقم اثنين: المسؤولية فردية. كل واحد يتحمل نتيجة أعماله. بالظبط. لوحدك، لا حد هيجي جنبك ولا غيره. رقم اثنين: لا تخفى خافية. مفيش حاجة هتستخبى. اللي في القلب واللي بره. رقم أربعة: شوف العدل والجمال والفضل، الحسنات مضاعفة والسيئات بمثلها. رقم خمسة: الشهود حاضرون. خمس قواعد من أهم القواعد، لازم كلنا نعرفها لما هنقف بين يدي الله عز وجل. المحكمة لها قواعد، المحكمة لها ضوابط. القواعد هي: رقم واحد، ما فيهاش ظلم. أول ذلك ربنا في القرآن يقول إيه؟ أول حاجة في يوم القيامة: لا ظلم اليوم. في المحكمة الإلهية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ذرة، خلاص ما فيش ظلم أبدا. حقك هتاخده، واللي عليك إن لم يكن فضل فعدل. يبقى رقم واحد: ما فيش ظلم أبدا. رقم اتنين: المسؤولية فردية خالص. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت لوحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعرض على الله. أنت ومعك عملك بس وخلاص. ما هو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. بس هل دي قاعدة كاملة؟ لا، في ناس مش هتفر برضو، دي خليها وقت تاني. أصل ربنا قال إيه؟ يوم يفر المرء، ما قالش المؤمن. الحكاية لا، ده موضوع وحكاية. هل في ناس مش هيفروا؟ احنا هنفتح الملف تاني. وفي احمد. ده برومو بقى. احنا هنفتح الملف تاني بتاع يوم القيامة، وايه ترتيباتها هتبقى عاملة ازاي، وبدايتها ايه ونهايتها ايه، وكل التفاصيل بقى اللي احنا بنغوص فيها عشان نعرف حاجات احنا ما نعرفهاش. جدا مهمة.
وهل كله هيفر ولا في ناس مش هتفر؟ مين ما يفر؟ طب انا ليا سؤال نفسي اساله وخايف اساله. لا اسالي. عشان انا في الحاجات دي ببقى انا قوي ان انا اسال سؤال، لان انا عارفه ان في حاجات احنا ما ينفعش نسال ربنا عليها. هو في المحكمه الالهيه احنا هنبقى شايفين ربنا سبحانه وتعالى، ولا في ناس هتشوف ربنا وفي ناس مش هتشوفه؟ شوفي حضرتك، رؤيه الله عز وجل اعظم نعيم طبعا، وفي يوم القيامه لسه النعيم ما بداش. النعيم هيبقى فين؟ في الجنه. يعني كل ده مش هيبقى فيه رؤيه لربنا سبحانه لا. وتعالى؟ هتشوفي ربنا في الجنه ان شاء الله. وجوه يومئذ. امال المحكمه هتبقى ازاي؟ طيب ازاي دي مش بتاعتنا؟ ايوه هو ده بقى اللي انا قصدي عليه. كيف مش بتاعتنا؟ ان في حاجات مش بتاعتنا، بس لما الواحد يجي يتخيل موقف العقل بيبقى صعب ان هو يستوعبها. هي يا فندم اقول لي معاليكي. قول لي. احنا كام شركة تليفونات في مصر؟ ماشي. كام؟ أربعة. أربعة. حلو جدا. متوسط المشتركين في كل شركة مش أقل من 50 مليون. تمام كده؟ 50 مليون مشترك شغالين دلوقتي. حد يقدر ياخد أكتر من حقه؟ لا. طب حد يقدر ياخد أقل من حقه؟ لا. طيب هل هم كلهم على وتيرة واحدة ولا مختلفين؟ اللي خط واللي كارت واللي محلي واللي دولي واللي رسائل واللي انترنت، والكل يحاسب في كل لحظة كاملة. صح؟ صح. إذا كان هذا ما عند البشر فكيف بما عند رب البشر؟ ونعم بالله. خلص الكلام ده. التقنيات الحديثة بتسهل علي الموضوع. أكيد. في موبايل معاليك فيه كارت ممري ولا لا؟ كارت الممري قد إيه؟ قد ضفري. صح؟ عليه معلومات قد إيه؟ كتير. وعليه فيديوهات قد إيه؟ وصور وصوت قد إيه؟ تمام؟ وبتكة أعرض كل ده. تمام؟ وده دلوقتي. أمال بعد 10 سنين؟ طب بعد 100 سنة؟ طب بعد 1000 سنة في الدنيا هنوصل لحد فين؟ إذا كان هذا ما عند البشر فكيف ما عند رب البشر؟ صحيح. يا خبر أبيض. الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أكيد في أعمال في الدنيا لما نعملها هنول شرف رؤية ربنا سبحانه وتعالى. خليها برضو في الحلقة. يلا. أيوة بالظبط. أنا طمعانة بس أوي. وماله؟ وأنا عايز، ممكن أنا عندي سؤال، أنا مش عايز أتحاسب. إيه رأيك؟ إيه رأيك في السؤال ده؟ الناس اللي بيدخلوا الجنة بغير حساب. أيوة. من هم بقى؟ ده سؤال مهم جدا. الصابرين. بصي حضرتك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه فيه 70,000. 70 عدد لا مفهوم له. مش بالمعنى يعني، مش 70 70. ما ربنا قال في القرآن الكريم إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم إيه؟ 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل الرقم 70؟ طب ما كان سيدنا النبي ممكن يقولها هستغفر لهم 80 مرة. لا. زي 7 يظلهم. عارفة؟ أيوة. الله ينور عليك. فإحنا تعلمنا في أصول الفقه العدد لا مفهوم له. زي ما أقول لي معاليك إيه؟ يا أستاذة لم يطمنيني عليك، ده أنا اتصلت بيك امبارح يجي 100 مرة. هو انا عديت يعني؟ انا مشغل بالظبط. انما معناها ايه؟ كتير. الله ينور على سعادتك. مش هتقولي لي ايه معقوله 100 مرة عديتهم؟ لا مش معقوله كده اصلا. ده هو الموضوع كله ايه؟ ان انا مجازا يعني. الله يكبر خاطرك، ولله المثل الاعلى. فلما ربنا بيقول 70 معناها ايه؟ عدد لا مفهوم له، عدد لا عصر له. مهما استغفرت لهم لن يغفر الله لهؤلاء المنافقين، وهكذا الا اذا تابوا من نفاقهم. فكذلك الانسان، ال70,000 دول عدد لا مفهوم له. طب من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. تعالى كده يعني ندخل احنا والسادة المشاهدين وندخل الجلسة الإلهية. أيوة. عاملة ازاي؟ مين الشهود؟ مين اللي بيحضروا؟ الموقف والمشهد بيبقى عامل ازاي؟ أولا مفيش ظلم. هتبقى لوحدك. تمام. ألا تزر وازرة وزر أخرى. مفيش حاجة خافية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واضح إنه في الحساب مش ميزان واحد، ده فيه موازين. ده يبدو إن العمل هيتوزن في الحساب، وفي ميزان تاني لأجر هذا العمل، شايف؟ ميزان تالت للعامل نفسه. ففيه موازين.
ويبدو ان في ميزان للصلاة وميزان تاني للصيام وفي ميزان ثالث للحج. المحكمة لكل أفعالنا طبعا، مش للظلم بس، طبعا للكل يا فندم. الخير هيتوزن، تصوروا واستشعروا الموقف وفضل الشيخ بيحكي. ولذلك تلاحظي حضرتك انه ربنا ما قالش ايه ونضع الميزان، لا، قال ونضع الموازين خالص. كلمة الميزان لم تأتي في القرآن إلا وتعني الحق، الكتاب بالحق والميزان، إنما الموازين الإلهية كلها بالجمع، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه ما قالش ميزانه. فالعلماء قالوا أصل العمل نفسه هيتوزن، وأجر العمل نفسه هيتوزن، والعامل نفسه هيتوزن، ولكل عمل ميزان. ليه؟ لأنه دقة غير عادية، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالكل يبقى المسؤولية هتقف قدام ربنا لوحدك كمان، ما تقلقش، ربنا كريم قوي وهيعاملك بالفضل لا بالعدل، عاملك بالفضل لا بالعدل. قال الله عز وجل من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الكريم كمان الشهود حاضرون، ربنا شاهد، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ده الرسول شاهد، وجئنا بك على هؤلاء شهودا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لا كمان ده انت ايديك ورجليك وعينيك وجلدك هيشهدوا، هيشهدوا عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تمام. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يا نهار أبيض، الشهود حاضرون. في ناس مش هيتحاسبوا أصلا، من بره بره كده ادخلوا الجنة بغير حساب. الناس المتوكلين على الله عز وجل، الناس الصابرين على كل أذى ومرض، اللي صبروا قوي ورضوا قوي، الابتلاءات الشديدة اللي بيصبر عليها البني آدم من غير حساب، ده ممكن مكافأة. يطلع من القبر يلاقي الملائكة مستنياه، ياخدوه يدخلوه على الجنة على طول، وتتلقاهم الملائكة. مفيش بقى ولا هذا محكمة يومكم ولا حساب، من غير حساب. وفيه ناس هيبقوا في حماية ربنا، لا حساب ولا عقاب، ويلا على الجنة. سبعة يظلهم الله في ايه؟ في ظل. احنا ليه واخدين الظل على المعنى التجسيمي المادي اللي هو فيه شمس وانا محتاج الظل؟ لا، ده الموضوع اعمق، لان الظل معناه الحماية. لما انا في العرب زمان يقولوا فلان ده في ظلي، في ظلي يعني ايه؟ في حمايتي، في حمايتي، محدش يقدر يقرب له. ففي سبعة يظلهم الله في ظله، يعني يحميهم الله بحمايته، ويصونهم الله بصيانته، ويجيرهم الله بجواره، فكن واحد منهم. وفيه ناس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم حسابا يسيرا. الحساب اليسير ايه؟ هو العرض، يجي مناديله ربنا واضع عليه كنفه، ستره بستره، يا رب استرنا بسترك. أمين يا رب. أمين. فيعرض عليه كل أعماله، شايف الذنب ده؟ يا رب. شايف الذنب ده؟ يا رب. شايف وانت بتغلط؟ يا رب. صوت وصورة، صوت وصورة، لأنه أثبت الطب الحديث أن جسمنا خلايا ذاكرة، يعني البشرة فيها خلايا ذاكرة بتحتفظ بكل، الجلد بيحتفظ بكل المعلومات، الايدين فيها خلايا ذاكره، الجسم عشان يبقى صوت وصوره. يا فندم اذا كنا احنا كده دلوقتي على كارت ميموري اعرض لك الاف الفيديوهات، اذا كان ده اللي عندنا اللي احنا عملناه، واحنا لا عقل ولا قدره محدوده جدا، فكيف بما عند الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يستر على هذا العبد ويعرض عليه صحائف اعماله حتى اذا ايقن بالهلاك، لانه كل حاجة موجودة. إن في حاجات كتير احنا بننساها طبعا، ممكن واحد يعمل حاجة وينساها، انت انسى،
وما كان ربك نسيا. والله العظيم ألمك اللي ما حس بيه حد ربنا سبحانه وتعالى عند ربك، ما كان ربك مش ناسي أبدا أبدا. انسى انت، أحصاه الله ونسوه، ده بعدد حبة الرمال، ده فيه كل، علينا حافظين بيكتبوا كل حاجة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كله حاضر، كله موجود، وتلاقي نفسك لوحدك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالشهود حاضرون وانت قدام ربنا سبحانه وتعالى. ومن الناس من يحاسب، من لا يحاسب ادخل على الجنة، ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، ربنا يضع عليه ستره وكنفه ويعرض عليه أعماله حتى إذا أيقن بالهلاك قال الرحمن الرحيم وأنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، من غير لا حد يشوف ولا أي شيء. واحد يتكسف من بعبدي نفسه إلى الجنة، واحد يتكسف من نفسه. روح فاصل ونرجع نكمل محاضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضلت الشيخ وإحنا بنتكلم على المحكمة الإلهية، أكيد في أعمال في الدنيا تتقل ميزاننا وتشفع لنا. مظبوط، قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه، ففي أشياء تثقل الموازين. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، أكتر حاجة تتقل موازينك إنك تتقي الله عز وجل وإنك تكون حسن الخلق. وأن تقوى الله تبارك وتعالى، لأن التقوى عملة لها وجهان، وجه إقامة الشعائر ووجه الأخذ بالممكن إلى أقصى ممكن. فمن إقامة الشعائر الائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله. فربنا أمرني بالصدقة، فمن تقوى الله الصدقة، ومن مما نهاني الله عنه الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاللي هيخليك تبقى من الفالحين يوم القيامة ومن المفلحين يوم القيامة إنك تبعد عن الشح. ده كمان لو أنت كنت شحيح ربنا سبحانه وتعالى ممكن يستبدلك. ولذلك دايما احنا ندعي ربنا إيه؟ نقول اللهم استعملنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استعملنا استخدمنا ولا تستبدلنا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم احنا اللي محتاجين ثم لا يكونوا أمثالكم. احنا اللي محتاجين ده قوي، واحنا اللي محتاجين أسيادنا الفقراء. وده من أعظم مناهج جمعية البر والتقوى، انهم بيعتبروا دايما احنا اللي محتاجين، انتوا اللي مجاملين، احنا مش مجاملينكم، احنا سعات بريد. فمن أثقل الأشياء في ميزان العبد يوم القيامة انك تتقي الله. ومن تقوى الله تبارك وتعالى الصدقة والبعد عن الشح. ومن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، ومن حسن الخلق جبر الخاطر. ولذلك الإنسان فينا أول ما بيموت وتعرض عليه أعماله وتعرض عليه الصحيفة ويشوف الحسنات ويشوف السيئات، فيلاقي أكتر حاجة جايبه له حسنات الصدقة، يقول أنا عايز أرجع تاني للدنيا علشان أتصدق. ده القرآن اللي قال كده، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني هو نفسه يرجع تاني للدنيا علشان يتصدق، نفسه يرجع تاني للدنيا عشان ينفق. طب قبل ما تبقى في اللحظة دي وخلاص قبل ما يبقى ما فيهاش رجعة تاني، نلحق نفسنا واحنا في الدنيا. بالضبط، ها انت دلوقتي يعني هو. ولذلك كان احد العلماء واقف على قبر من القبور فبيقول للناس ترون هذا الميت ما الذي يرجوه الآن؟ يعني الميت ده لو نطق يرجو ايه؟ فقالوا له أن يعود إلى الدنيا. قال لهم ولما؟ قال ليحسن، ليطيع الله عز وجل، ليعمل العمل الصالح.
قال ها أنتم الآن فاعملوا قبل ما تندموا وتبقوا في مكانه. يعني شوف العظة شكلها ازاي. يعني هو بيقول لهم الميت ده يتمنى ايه دلوقتي، يرجو ايه، نفسه في ايه؟ قالوا له يرجع للدنيا. عشان ايه؟ عشان يعمل العمل الصالح. قال تم انتم في الدنيا فاعملوا العمل الصالح قبل ما تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. فمن اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة صدق الصدقة، من اثقل الاشياء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. ومن حسن الخلق ومن اعظم حسن الخلق نفع الناس وخدمة الناس وجبر خاطر الناس وقضاء مصالح. هي فيها متعة أساسا للشخص اللي بيعمل كده. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى حاطط فيها سعادة وفرحة ما تعادلهاش أي سعادة تانية في الدنيا. لما تلاقي نفسك بتجبر بخاطر حد، بتساعد حد، بتقضي حاجة حد، بتقف في ظهره وبتبقى سند ليه، هي لوحدها كده متعة وسعادة. بالظبط. طبعا اسمها متعة العطاء. بس خلي بال حضرتك متعة العطاء دي عليها مشوشات بمعنى. مش سهلة. ليه؟ هو إرسال، الإرسال ده عليه مشوشات وعليه منغصات وعليه عوائق. ليه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. عشان يظهر الصادق من الكاذب. إيه؟ المشوشات النفس. لا 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 استنى، مش لازم، مش دلوقتي. إيه المشوشات النفس. لا لا لا، مين قال لك إن الجمعية بتوصل؟ لا بتوصل. طب حتى لو لا قدر الله حصل خطأ وجب أجرك. أنت خلاص بمجرد ما طلعت، بمجرد النية تاخد أجر، طلعتها تاخد الأجر. الله ينور. طب من المشوشات شياطين الإنس والجن. تلاقي واحد بيتصدق ولا منه ولا كفاية شر، ولا بيتصدق ولا عايزك تتصدق. بالزبط. طب أنت مالك يا عم، خليك الله في حالك. والشيطان والشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن. طب من المشوشات الهوى، الهوى ضد العمل الصالح. عمر نفسك وهواك ما هيقول لك قوم في عز البرد عشان تصلي الفجر. لك طب خمس دقايق، طب استنى بس، غمضت عينك تلاقي نفسك صح الساعه 8 وضاع عليك صلاه الفجر. اجلت الصدقه تلاقي عدى عليك سنه وانت ما تصدقتش. ما هو كده الهوى والدنيا. ان ابتليت باربع ما صليتوا الا لشده شقوتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. الله يعيننا عليهم. ونروح مع بعض نشوف تقرير خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. لو بني آدم جعان وبني آدم تاني مريض، أيهما أشد عليه، الجوع ولا المرض؟ أكيد المرض. المرض ما بيستناش حد. الألم والوجع مع المريض كل دقيقة وثانية بتعدي عليه بعمر كامل. يعني ربنا يكفينا كل نشر المرض. احنا حتى ابسط الامور دلوقتي ما بقناش يمكن نستحملها. لو الواحد جاله صداع يحس ان الدنيا بتتهد فوق دماغه، لو جاله دور برد يبقى مش قادر يتحرك ويقوم من مكانه. ما بالكوا بقى بالامراض الشديده والحالات اللي بتبقى محتاجه عمليات فورا، والحاجات اللي بتبقى محتاجه بدء العلاج فورا، والحاجات اللي بتبقى محتاجه تحاليل واشعاعات واشعه مقطعيه وحاجات كتير جدا لازم يتعمل ده فورا. ويبقى مفيش دي بقى لوحدها وجع وألم تاني خالص. صحيح. وحضرتك بتتكلمي افتكرت العتابات الإلهية الأربعة النهاردة. كلها معلومات جديدة. والله. كلها حاجات جديدة ومصطلحات جديدة. بالظبط. عارف حضرتك الحديث في الصحيحين حديث قدسي، ربنا بيعاتبنا على أربعة أشياء. الترتيب مش صدفة. يعني عجبني لما حضرتك بتقارني ما بين جائع ومتألم، فقلت المتألم الأول. ده اختيار ربنا فعلا، لأنه ربنا في الحديث القدسي الجليل يعاتبني أربع عتابات. العتاب الأول، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. العتاب الثاني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. العتاب الثالث، يا ابن آدم استكسوتك فلم تكسني. العتاب الرابع، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. يبقى العتاب الأول على الألم، العتاب الثاني على الجوع، العتاب الثاني على اللبس الملابس، العتاب الرابع على العطش سقي الماء. إيه العظمة دي؟ يعني ربنا بيعاتبك، يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، لمجرد عيادة المريض. أما مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني الله هناك، رحمة الله هناك، عطاء ربنا هناك، استجابة الدعاء هناك. احفظها عني، إن الله عند المنكسرة قلوبهم، إن الله عند المنكسرة قلوبهم.
عند الضعيف الذي لا يجد ما يسنده، عند المريض الذي لا يجد الدواء، عند الجائع الذي لا يجد الطعام، عند اليتيم الذي لا يجد السند. هو ده الله عند المنكسرة قلوبهم، عندهم تجد الدعاء ملء القلوب لا ملء الحناجر. وما بتدهوش من فلوسك ولا رزقك ولا رزق أولادك، بالعكس ده انت لو مدتوش هتبقى واخد حق مش حقك. الله. فأول عتاب مرضته. يبقى انت لما بتعود مريض انت بتلاقي ربنا، بتلاقي النعمة، بتلاقي الرحمة، بتلاقي الشفاء. لا، وكمان بإذن الله لا تصاب بهذا المرض لما تروح وتقول له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فتلاقي الملائكة بتقول آمين ولك مثل ذلك. خلاص. طب العتاب الثاني، الجعان اللي انت عرفت وما أطعمتوش، ليه؟ ما عندك قوافل البر والتقوى اللي شغالة طوال العام وبتغطي أنحاء الجمهورية، وتشارك باللي انت تقدر عليه، باللي شاء الله ربنا يقدرك حتى أيا كان أي شيء. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا. فاحنا بنخرجك من العتاب الأول بالمساهمة في أي مستشفى، ونخرجك من العتاب الثاني بقوافل البر والتقوى، ونخرجك من العتاب الثالث بالكسوة، تكسي الفقير وتكسي الطالب اللي داخل المدرسة ويبقى لابس كده زيه زي غيره. يا عيني على جبر الخاطر، يا عيني على عينه وهي مرفوعة، يا عيني كده وهو ماشي مش حاسس انه أقل من غيره. الله، حاجة عظمة. طيب ايه كمان؟ حد عطشان وسقيته، بير من الآبار النقية، توصيلة مية. الله، انت كده خرجت من العتاب الأربعة ودخلت في رحمة الله وفي معية الله وفي نصر الله عز وجل. اللي احنا شايفينه دي القوافل اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى المصرية، زي ما فضيلة الشيخ بيقول هي مستمرة السنة كلها. اولا علشان خاطر الناس اللي بتروح لها القوافل دي، الكرتون هتقضيها قد ايه؟ مثلا اسبوع، يوم لما نقول بياكلوا واحدة واحدة يعني. شايفة يا استاذة لمياء التنوع؟ طبعا. تلاقي في الصيف في مبردات بتروح، طبعا. في المدارس ادي شنط المدارس، كل حد حسب احتياجاته، ادي المبردات زي ما دراسة حاجة دراسة احتياج الوقت هو محتاج ايه. وهتلاقي في الشتاء هتلاقي بطاطين وهتلاقي الحفا وهتلاقي حاجات كتير. قوافل متكامله. انا شفت القوافل دي ورحت في بعضها وكلنا شاركنا فيها. طبعا. وحضرت تجهيز بعضها، ما شاء الله، حاجة مشرفة. ومش شاركنا فيها على فكرة عشان خاطر التصوير، والله أبدا، احنا شاركنا فيها عشان حبا وشرفا وعارفين انه كل خطوة احنا بنخطيها واحنا رايحين عليها أجر وثواب، لأننا رايحين نساعد بجد وبنتكلم على اللي شفناه. طبعا. فيعني احنا بنبقى فرحانين بده. ده في وقت المدارس، فهي قوافل متكاملة شاملة، فيها قوافل غذائية وطبية ومدرسية، وفيها أجهزة، وفيها تجهيز بيوت، فيها أجهزة عرايس في بعض الأوقات. فهي قوافل كل حاجة متكاملة. هم تقريبا بيبقوا دارسين كويس قوي المنطقة اللي رايح لها، أكتر حاجة هم محتاجين يستخدموها إيه. هم محتاجين أدوية، تلاقي الأدوية أكتر. هم محتاجين طبعا الكراتين دي ما فيهاش كلام، لأنها ما فيش حد بيقدر يعيش من غير أكل يعني، بيبقى فيها بعض المواد الغذائية اللي ممكن تكفيها زي ما قلت لحضراتكم كده أسبوع. بس إذا كانوا هم مثلا محتاجين بعض الخضروات ومحتاجين الفواكه ومحتاجين، بيبقى فيه البصل والبطاطس والحاجات دي كلها، هتلاقيها بكمية أكتر. يعني دراسة متكاملة من جمعية البر والتقوى عشان خاطر تقدر انها تكفي كل المناطق اللي هي بتصل ليها. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك واشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم.